بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنحل مشكلة بتواجه كتير من الناس في تطبيق شي إن، مع الرغم إن احنا مختارين اللغة العربية إنها تكون لغة التطبيق، ولكن بنلاحظ إن كل العناصر والإكسسوارات اللي موجودة في التطبيق موجودة باللغة الإنجليزية، ولكن الأدوات زي اللي موجودة تحت هنا موجودة باللغة العربية، يعني يعتبر نص التطبيق بالعربي والنص التاني بالإنجليزي. ازاي بقى نقدر نحول كل العناصر اللي موجودة في التطبيق للغة العربية، مع الرغم إن احنا محددين في إعدادات التطبيق إن هو يشتغل باللغة العربية؟ حل المشكلة دي سهل جدا وبسيط، هنتعلمه مع بعض دلوقتي، ولكن يا ريت في بداية الفيديو ما تبخلش علينا باللايك وبالاشتراك في القناة، ويلا بينا. أول حاجة نعملها نبدأ نروح على كلمة أنا من تحت هنا على الشمال، بعد كده هنبدأ نضغط على ترس الإعدادات. لو جينا دخلنا كده على اللغة هنلاحظ إن هنا بيقول لنا اتبع نظام الهاتف اللي هو نفس لغة الهاتف، وهنا مفيش أي حاجة لها علاقة باللغة العربية خالص، فإحنا هنطلع بره خالص. بعد كده هنيجي على كلمة الموقع هنضغط عليها، بعد كده هنبدأ نختار من هنا المملكة العربية السعودية، أهدي المملكة العربية السعودية يا شباب، هنبدأ بقى نضغط عليها. بعد كده هنطلع بره خالص. زي ما حضراتكم شايفين لغة التطبيق بالكامل اتحولت للغة العربية، مع اننا كنا مختارين الموقع الجغرافي بتاعنا صح، يعني انا عايش في مصر وكنت مختار مصر، ولكن كان جايب لي اللغة الانجليزية في العناصر اللي موجودة هنا، ولكن لما بنختار المملكة العربية السعودية مباشرة التطبيق بيتحول بالكامل للغة العربية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتم بفيديو النهاردة، ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار تقدروا تكتبوا في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم على طول، واشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة.